Automatic matter 16 on kind of minister. Okay. Mine is 3. There is G major 16. عملت زوجتي برفق شيء والله رائع جدا فأقرب الناس إليك زوجتك فمن لها غيرها فهي أم أولادك وغاسلة ثيابك وطاهية طعامك هي رفيقة العمر وشريكة الحياة وليس الإحسان إلى الزوجة أن تكف الأذى عنها وإنما الإحسان إلى الزوجة أن تتحمل الأذى منها واعلم أيها الزوج أن من علو النفس ألا يأخذ الزوج من مال زوجته شيئا إلا برضاها فمالها ملك لها وأحسن إليها بالنفقة بالمعروف ولا تبخل عليها ولن تكون الرجولة في البيت إلا إذا كان الإنفاق من صاحب البيت يعني استلف من طوب الأرض وما تاخدش مليم من فلوس مراتك إلا برضاها واعلم يا أخي أن زوجتك تحب الحديث معك في جميع شؤونها وفي مختلف أمورها فأرع لها سمعك ووجه لها بصرك ولا تذكر زوجتك بعيوب بدرت منها ولا تعيرها بخطأ أقاربها ولا تحملها المسؤولية والله العظيم البيت المملوء بالحب بيت جميل جدا. Thanks for watching guys, bye.